الرفع ديالنا ديال اليوم ركزنا على ثلاثه المحاور. ركزنا على سلامه الاجراءات المسطريه اللي قامت بها الفرقه الوطنيه كتنهض كدليل في ادانه المتهم. ركزنا على ما تم ضبطه بمكتب المتهم من اشرطه الفيديو كقرائن ماديه كذلك في ثبوت الافعال اللي طالب السيد الوكيل العام بمحاكمته من اجلها. ركزنا كذلك على الاضرار النفسيه والماديه والمعنويه اللي لحقت بالموكلات، مما يستوجب معه واعمالا للاتفاقيه الدوليه ادخال الدوله المغربيه في شخص رئيس الحكومه، وهو ما تقدمنا به وهو ما سنتقدم به في اطار المطالب المدنيه ديالنا النهائيه، باش الدوله المغربيه تبقى للقانون دير المصاحبه ودير لا كومبانيمون سوسيال اي بسيشيك اي بوكوا با تاهيل هاد الناس باش يرجعوا يندمجوا في المجتمع. راه ماشي غير المتهم ولكن خصو يتدمج الضحايا، وخاصه في هذا الوضع، وخاصه هؤلاء النساء لما تجرأنا بالبوح بالمسكوت عنه في قضيه الجنس، راه يعني ماشي غير خصنا نقول لهم بوجور، خصنا كل ما كيعطي لهم القانون سواء القانون الوطني او الدولي من ضمانات ومن امكانيات ديال المعالجه النفسيه والمصاحبه الاجتماعيه باش يتعمل. وهذا هو السبب في ادخال الدوله المغربيه في هذه الدعوه اليوم في شخص رئيس الحكومه بمكاتبه بالرباط. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.